السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمد نبيل الورداني، معيد مادة الإلكترو إنجينيرينج. هنبتدي مع بعض النهاردة تالت تجربة في المعمل، وهي تجربة السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن هي عبارة عن إيه؟ يقولك لو أنت عندك كذا سورس أو كذا باور سبلاي في الدائرة، وعايز تقيس الفولتج أو الكرنت في برانش معين في الدائرة، فهو مجموع الفولتج أو الكرنت نتيجة كل سورس على حدة. يعني ايه؟ يعني مثلا الكرنت وليكن اي، ده عايز اقيسه، فقال لك اي نتيجه الاثنين سورسز هو اي نتيجه السورس الاولاني لوحده زائد اي نتيجه السورس الثاني لوحده. طب الكلام ده عملي هننفذه ازاي؟ هنعمل الاتي: هنوصل الدايره دي، بعد كده هسيبها زي ما هي ووصل فولت ميتر بين طرفين الريزيستنس ار، واقسم الفي على ار، احسب اي بكام. بعد كده اقوم لاغي البطاريه دي، هلغيها يعني احط مكانها شورت سيركت. يعني ايه شورت سيركت؟ يبقى كانها سلكه، تمام؟ فيبقى عندي الفي 2 بس الموجود، واقيس تاني اي اللي هو في على ار واسميه مثلا اي اي. بعد كده اقوم لاغي دي واخلي الفي 1 هو اللي يشتغل، فالغي دي احط مكانها شورت سيركت، واقوم قايس برضو اي وليكن مثلا هسميه اي بي، تمام؟ عباره عن ايه؟ الفي على ار. واقوم بعد كده بقى جامع اي اي زائد اي بي، اي اي نتيجه ده زائد اي بي نتيجه ده، لازم يطلع نفس الاي اللي كان موجود معايا ايه نتيجه الاثنين سورسز مع بعض. طب هي القيم عندي ايه؟ الفي 1 هنحطها مثلا ب 12 فولت، الفي 2 هنحطه مثلا ب 5 فولت، الار 1 وار 2 وار نحط 3 ب 1 كيلو اوم. هو المفروض الثلاثة قد بعض، بس انت لو قستهم عملي هتلاقي كل واحده ايه ليها نسبه ايرور غير الثانيه. نبتدي نشوف الكلام ده عملي مع بعض. اول حاجه احنا محتاجين 2 فولتج سورس، واحد 12 فولت والثاني هيكون 5 فولت. هنحتاج نوصلهم بالبوردة بتاعتنا. أول واحد هنوصل ال 12 فولت وليكن مثلا في النود دي. طب ال 12 فولت واصل بإيه؟ الموجب بتاعه واصل بإيه؟ واصل بآر 1، وهم واحدة من مقاومات ال 1 كيلو، وهم موصل طرف منها بنفس الطرف بتاع مين؟ بتاع ال 12 فولت. طب الطرف الثاني هوصله بنود جديد. النود الجديده دي واصله بايه؟ النود الجديده واصله بالمقاومه ار 2 واصله بالمقاومه ار. فاقوم واصل واخد المقاومه ار 2 اهي، واقوم واخد مقاومه ثانيه ار هوصلها برضو معاها في نفس النود، والطرف التاني هوصله مثلا بنود من النودز اللي تحت. احنا عارفين ان اللي فوق غير اللي تحت خالص، الطرف هنا والطرف التاني ايه تحت كده. يبقى احنا كده ايه النود دي واصله بين رجل ار 1 ورجل من رجول ار 2 ورجل من رجول ايه الار. طب الار 2 الطرف التاني بتاعها واصل بمين؟ واصل بال5 فولت. ادي ال5 فولت اهي، اقوم موصلها على الطرف ده، تمام؟ طيب الطرف الثاني بتاع المقاومه ار واصل بايه؟ طبقا للرسمه واصل بالجراوند، فاقوم موصل ادي الجراوند اهو، اوصله بالطرف الثاني من المقاومه ار. كده انا وصلت الدايره، ناقص بقى ان انا ابتدي ايه اقيس الحاجات دي عملي. طيب هقيس باستخدام ايه؟ هقيس باستخدام الفولت ميتر. طب هوصله ازاي؟ هوصله بين طرفين ار. طب احنا العملي بقى هنعمل ايه؟ العملي مره هوصل الفولت ميتر بين طرفين ار واقيس، ومره تانية هلغي فولت سورس واقيس، ومره تانية هلغي السورس التاني ايه وارجع اقيس برضه. طب اول حاجه اوصل الفولت ميتر اهو بين طرفين ار، بالمناسبة وانا عندي كام جراوند في الدايرة دي؟ انا عندي المفروض جراوند واحد، صح؟ بس انا هعمل حركة ايه لذيذة شوية، وهوصل جراوند تاني كأن الخمسة فولت ليها جراوند، وكأن الاتناشر فولت ليها جراوند، بس هما الاتنين في الاخر واصلين بنود واحدة اللي هي الجراوند ده، لان اكيد كذا حد فيكم فكر في السؤال ده، تمام؟ بس انا هوصلها لسبب تاني بصراحة، وهنشوف ايه هو السبب ده كمان شوية. تعالى بقى ننفذ ايه الجزء العملي. نشغل الباور،
وعيني على الجهاز. طبعا ارى القيمه بالنيجاتيف، معنى كده ان انا عاكس طرفين الفولت ميتر، مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله. ممكن نعكسهم اهو، ادي الكون بتاعته بقت ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف كام؟ مثلا 5 فولت. طيب يبقى كده ايه الفولت دلوقتي؟ 5 اللي هو في. لو قسمنا الفي على ار المفروض يديني ايه قيمه الكارنت بكام؟ طيب نعمل ايه بقى بعد كده؟ اول مره هلغي السورس الاولاني، بعد كده هلغي السورس الثاني. هلغي السورس ازاي؟ هفصل طرفينه من الدايره ووصلهم ببعض كده كده، انا عامل شورت سيركت على السورس، لاج السورس، واقوم قايس مين؟ قايس الفي كام؟ 3.5. تمام. بعد كده اقوم مرجعه تاني زي ما كان، ادي 5 فولت اهو، والغي السورس التاني، افصل طرفينه ووصلهم ببعض بالشكل ده كده، يبقى انا عامل شورت سيركت او قافل السورس التاني. ارى كام؟ 1.4. لو جمعنا 1.4 اللي هي الفولت من طرفين ريزيستنس ار نتيجه السورس الخمسة، زائد 3.5 اللي هي السورس الفولت نتيجه الفولت ال 12 فولت، هيديني تقريبا 5 فولت، اللي هو نفس اللي كان موجود ايه الاول نتيجه الاثنين سورسز مع بعض. يبقى احنا كده عملنا تحقيق لتجربه السوبر بوزيشن، وشكرا جزيلا لحضراتكم.